انت ايه اللي جابك هنا؟ استني استني يا حنان، تعالي هنا اتفضلي اتفضلي بيتك ومطرحك. ده لا بيتي ولا مطرحي، وانا كنت حالفه ان انتوا طول ما انتوا الاثنين فيه مش هدخلوا ابدا، بس يلا للضروره احكام. خير يا نعمه؟ في ايه؟ ابدا، قلت اجي اقعد معاكم شويه اتفرج عليكم وانتوا متقطعين كده على ابنكم اللي مخطوف. اه يا بنت الكلب، انت كده تشحتي فينا. بس 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 يا حنان، انت عرفتي ان ابننا اتخطف؟ مش بس كده، ده انا الوحيده اللي ممكن ارجعه لك. وانت تعرفي حاجه عن اللي خاطفين؟ طبعا. انت قول اتكلمي. مش قبل ما نتفق الاول يا حلوه؟ نتفق؟ نتفق على ايه؟ ترجع لي فيلتي اللي خدتها مني بالنصب والاحتيال، بس المره دي بعقد مظبوط مش مضروب زي اللي فات. اجري يا شاطره العبي بعيد، يلا اجري، احنا مش ناقصينك دلوقتي. استني يا حنان استني، خلينا نفهم. نفهم ايه؟ دي بنتها عرفت مصيبتها وجايه تلعبنا. انتوا حرين، انا كنت جايه اعرض عليكم خدماتي، بس الظاهر كده ان انتوا مش محتاجين. عن اذنكم. استني استني يا نعمة، انت عارفه ان اللي خاطفينه طالبين مبلغ 5 مليون جنيه؟ وكمان عارفه المبلغ؟ طبعا، مش انا اللي خاطفاه. انت يا نعمة تعملي فيها كده؟ مش قلت لك حقي هترجعه ولو اخر يوم في عمرك؟ وحياة ده لندمك يا نديم لو ما رجعتليش كل حقوق. وانا بقى هموتك. يلا يا حبيبتي احسن، خلي ابنك يحصلني. طلباتك يا نعمة، تكتب لي الفيلا باسمي بعقد موثق في الشهر العقاري، وتدي للناس بتوعي 5 مليون جنيه، ده لو عايز تستلم ابنك. ده انت طلعت شيخه منطر واحنا مش عارفين. يا اختي جوزك اللي معلمني، ده يعلم الملاك ازاي يبقى شطار. ازاي ما خدتش بالي؟ ازاي ما خدتش بالي انك ورا الحكايه من الاول؟ خصوصا انهم طلبوا 5 مليون. 5 مليون جنيه والفيلا؟ الفيلا يا نعمة ما كانتش من نصيبك، انت ورثك من الحاج الله يرحمه 5 مليون بس. وده ورثي منك. ده كان طعم طعم علشان اطمعك واخليكي تديني فلوسك بمزاجك. كلته واديتهم لك بمزاجي، وجي اليوم اللي هترجعهم لي غصب عنك. لا وايه؟ وفوقيهم ورق الطلاق كمان. كمان كمان؟ وانت يرضيك اعيش مع واحد نصاب زيك؟ امال اللي انت بتعمليه ده تسميه حقي وبرجعه؟ ما هو اللي يتاخد منك بالقوه مش هيرجع غير في الشده، واذا كان ابنك مش غالي عليك يبقى ما تستاهلوش واشبع بالفلوس.